طبعا فكرة معرض جامعة الإمارات للابتكار بدأت أول شيء من نادي الابتكار. نادي الابتكار تأسس في 2015 عندنا بعد ما استوعبنا عام للابتكار في 2015. نادي الابتكار حاب إنه يسوي معرض جدا كبير، منصة جامعة للمؤسسات المبتكرة، للطلبة المبتكرين، وكل اللي عندنا في المجتمع نخليهم في منصة واحدة يعرضون ابتكاراتهم. جامعة الإمارات قدمت لنا الدعم الكبير. نحن أول شيء في شهر 9 كنا مجرد طلاب، الفكرة تدور في بالنا. بعدها قطاع شؤون الطلبة عندنا في الجامعة دعمونا بفريق مساند من 4 موظفين. هذول الموظفين ساعدونا في كل الأمور الإدارية، وأيضا كان عندنا دعم ثاني، الدعم المالي، دعم التغطيات عندنا في الفعاليات، وأيضا دعم أن الجامعة سهلت لنا وجود المؤسسات الحكومية عندنا اليوم، لأن نحن كطلبة ما نقدر ندعو المؤسسات الحكومية تحضر عندنا، لكن لولا دعم الجامعة واسمها الكبير ما كنا نقدر نسوي هذا المعرض اليوم. حابين نوجه رسالة أن هذا المعرض تم العمل عليه من الألف للياء، عمل طلابي، الطلبة هم اللي اشتغلوا عليه، الطلبة شكلوا لجان للرعاة، شكلوا لجان للعلاقات العامة، بنينا الليدرشيب في كل واحد فيهم. فنحن اليوم نوجه رسالة أن الشباب قادرين، بس يستنون أنهم هم يآمنون في أفكارهم، يآمنون في أحلامهم، وهم قادرين يسوون أي شيء تتطلبه منا القيادة الرشيدة.